أما هلأ سلمى رح نحكي عن موضوع كتير مهم، يمكن ونطلب مننا عبر صفحاتنا على الفيسبوك نركز بشكل كتير كبير على هذا الموضوع نتيجة بعض المشكلات اللي عم يواجهها الأهل بعودة أطفالهم إلى المدرسة، وخاصة بعد عطلة صيفية طويلة الأمد. عم نشوف اليوم بعض الأسر يمكن عندها هي المشكلة مع أطفالهم سواء بعمر صغير أو حتى أكبر شوي، الأطفال يلي يمكن أول سنة بفوتوا على الروضة أو حتى المدرسة. لنحكي اليوم عن أبرز المشكلات اللي ممكن تواجه الأسرة أو حتى التربويين، وكيف نحن ممكن نتعامل مع هي المشكلة لنسهل الموضوع بشكل أكبر. رح نحكي بالتفصيل مع المدام رولا بريمو، أخصائية تربوية واجتماعية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. وانت دائما بداية العام الدراسي بداية حياة جديدة. أكيد. يسعد صباحك مدام رولا. خلينا نبلش مع حضرتك شوي ونحكي عن هي التمهيد. يعني دائما بيكون في صعوبة حتى بالتمهيد لدخول المدارس، يعني اليوم خلصنا سهرة بكرة في فئة بكير، فبيكون في صعوبة على الأهل وعلى الأطفال. كيف ممكن يبلشوا تمهيد معهم بطريقة صحيحة؟ هلا المشكلة الكبيرة اللي واجهتنا هي العطلة الطويلة، وبدنا نقسم شوي الفئات العمرية، انه اللي بيدخل اول مرة على المدرسة او يلي راجع على المدرسة. هلا كمان بيأثر نحن نمط حياتنا يلي عشناه خلال هالست شهور، مثل ما حضرتك قلتي انه وقت ما بيكون في مدرسة بيصير في السيستم اللي بيناموا فيه الاولاد خلص بيصير عشوائي، يعني ما بيعود في تنظيم بالبيت. فهي الفكرة كتير خاطئة، لانه بتصير المدرسة كأنه عقوبة على الطفل، انه انا كنت عايش حياتي ومرتاح ارتاح وبسهر وبقعد مع أهلي، هلأ صرت مجبور نام بكير. فنحن الفكرة أنه تستمر هذا كنمط حياة، يعني يصير سيستم المدرسة هو نمط الحياة، أنه الطفل هو فعلا المفروض ينام بكير ويفيق بكير، بتكون يعني صحيا أحسن بكتير لإله، بيكون اجتماعيا أفضل، لأنه مثلا مشاهدات التلفزيون أو الحديث بالسهرة ما كتير بيناسب الطفل، وبيكون في فسحة للأهل أنه يقعدوا كمان مع بعضهم. فهي الصعوبة أنه نرجع نحن لنمط الحياة تبع المدرسة. يعني مدام رولا دائما حضرتك بتركزي على الجانب النفسي واهميته للطفل. صح. بمراحل العمريه المختلفه، وبترفضي دائما تقولي انه الطفل نحن ممكن ما بيعرف او ما بيفهم. هي مقوله مرفوضه. أكيد. نتيجه هذا الاستيعاب عند الطفل الكبير والوعي، قد ايه مهم نحن نعد الطفل نفسيا وخاصه بالطفل يلي اول مره بفوت على المدرسه، من انشطه من الناحيه النفسيه، من حوار مع الطفل قبل ما يكون له أول يوم بالمدرسة. تمام. هلأ أول دخول على المدرسة مو شغلة عادية أبداً، لا على الطفل ولا على الأم، يعني حتى الأم بالنسبة لها كتير صعبة، أول مرة بدها تترك ابنها وبده يروح هو على الروضة. وبعدين فكرة الروضة هي يعني فكرة غير معروفة بالنسبة للطفل، يعني شو معناتها أنا قاعد بالبيت مع ماما فجأة بدي لاقي حالي بمكان ما بعرفه وما بعرف الأشخاص. لذلك أول شيء وقت اللي بتقرر الأم أنه بدها تسجله بالروضة لازم يروح ولازم يشوف ويدور وياخذ وقته لحتى يستوعب المكان اللي هو بده يكون موجود فيه. هلأ دائما التهيئة كتير ضرورية، بس بتبقى عبارة الحكي مو مثل الشوف، يعني بتلاقي الولد مبسوط كتير بحاله وجاي بغراض ونازل على السوق هو وأهلي أهله ومعجوق، بس وقت بيلاقي حاله انه هو ترك ماما وبابا على الباب ودخل فبتكون كتير صعبة بالنسبة له. هلأ هون بيصير دور المدرسة والبيت، يعني المدرسة باستقبالها بلطفها، وهو الطفل كمان ما نسهل عليه هاي الفراق. بيجي دور الأهل وقت اللي هن بيسلموا ابنهم للمدرسة. خلينا نتخيل هذا المشهد، انه انا ككبيره رايحه مع اي حدا بعرفه وبثق فيه على مكان ما بعرفه، اذا شفت هو وجهه عابس وهو خايف فانا ما راح يكون عندي ثقه بالمكان اللي انا رايحت له. نفس المشهد مع الطفل، هو رايح مع اهله للمفروض انه هو بده ياخذ بقى انطباع عن المكان من خلال مشاعر الام والاب. هلا الام اللي بتجي كثير
ضابة ابنها وهي خايفة وهي ما عم بلومة أنا الحق معها، يعني هذا الفطام يلي بتنفطم الأم عنه إنه ابنها راح المدرسة ما له شعور سهل، بس هي اللي بتعطيه ثقة بالمكان، يعني إذا هي خايفة وأخذته وهي مرعوبة فهو ما راح يثق بالمكان، هي بالعكس لازم تكون إنه ماما وكتير راح تنبسط وحقيقي لازم يكون الحكي، لأنه الطفل كتير بيفهم الوش بيفهم دقات بيحس بدقات قلب أمه هذا كله بحسه كتير هو، فأنا مو بدي إلّا إنه ماما أنت كتير رح تنبسط وأنا مرعوبة. بعدين لاحظوا في شغلة كتير مهمة إنه طريقة تواصل الأم مع المدرسة ومع الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمدرسة، احترام الأم للمدرسة وللأشخاص اللي عم بيستقبلوا وقت اللي هي عم بتشوفهم وتسلم عليهم بمحبة هو بيعطيه دفع إنه هذا المكان ثقة، إنه ماما أنت بتقدر تثق بهذا المكان. بس نحن وقت بالبيت بنكون عم نحكي عن المدرسة وهو الولد عم بيلعب بس هو سمعان وهو عم بيخزن، فهو كيف بده يثق بهذا المكان؟ يعني أنا رح أقولكم شغلة كتير بصراحة إنه نحن منعرف رأي الأهل من تصرفات الطفل، يعني وقت بيجي الولد بيركض علينا الصبح منعرف إنه نحن طالع الطفل رضيان الأهل علينا، وقت بيكون أي عبارة مارقة بالبيت بيجي الولد عن جد بيكون متغير، خاصة مع معلمته مثلا المستخدمات اللي هن بدهم يساعدوه بالحمام بالتغسيل، هدول كتير أشخاص مهمين لأن هدول أكتر شيء لازم تكون ثقتنا فيهم كبيرة لحتى ما يصير مشاكل بوقتها، فهدول كتير بدنا نحترمهم وما بدنا نعاملهم بفوقية لحتى قبلنا يحترمهم. وقت نحن ريحنا بكل هالظروف صفى بس هو بده يشتاق لأمه، فأول فترة معلش إذا كانت مثلاً بالتدريج منزيد الساعات عم بحكي الفئات العمرية الكتير صغيرة وبعدين خلاص بيتعود هو بينبسط، لأنه أنا دائماً بشبههم طفل مثل التفاحة وقت بتنضج على الغصن إذا ما قطفتها هي رح تنزل لحالها، فالطفل بعد 24 شهر بينفصل عن أمه وبيصير محتاج أنه يصير موجود اجتماعياً. نعم يعني مدام رولا كنتي عم تحكي فكرة كتير مهمة واللي هي العلاقة بالمخزون اللي بيكون موجود عند الطفل أساساً. صح. أوقات بيكون الذهاب للمدرسة مو بس إنه أول مرة عم بيروح عليه، أوقات بتغيير السكن تغيير طبعاً. المكان فبيضطروا يغيروا مدرسة هن متعودين عليها، بترجع حالة القلق لمكان جديد من أول وجديد. خلينا نحكي هون قديه مهم المشاركة، يعني هلأ صرنا نشوف كتير اثنين زيارة مقابلات، قد ايه مهم الطفل يروح مع الام بهي المقابلات؟ كتير ضروري وتقعد فتره يلعب بالمدرسه تشوف كيف تفصيلات هذا المكان لحتى لما يروح يكون آلف المكان وعرفه مو تروح لوحده هي زياره. طبعا اكيد يعني نحن بكل شغله لازم نشارك الطفل فيها، فما بالك اذا بشغله رئيسيه واساسيه بالنسبه له، يعني الروضه هي رديف البيت بده يمضي فيها 5-6 ساعات، فالمفروض انه هو يحس انه كان له رأي بالخيار، انه كان له موافقه على المكان. هلا بننتقل مثلا للابتدائي هلا كثير في تغيير مدارس، مو لانه بس تغيير سكن، لا، لانه الام اي شغله بتصير معها مع المدرسه بتقول انا ما بقى بدي هالمدرسه بدي انقل الولد، وانا عم بعمل ايدي هيك وانا قاصده الحركه وهي عم بتكون بطريقه اعنف من هيك، فهي النتائج بتجي للطفل. اول شيء عم تحرمين كل فتره وفتره من رفقاته، المخزون الاصدقاء للكبر هن اهم شيء بالحياه، فتصوري انه كل سنه عم تنقلي ابنك على مكان وهو مضطر انه يرجع يعيد بناء صداقات، اخر شيء رح يلاقي حاله هو ما عنده اصدقاء. وثاني شيء اي مشكله بتصير ممكن انه تنحل، اداره المدارس ما هي ضد للاهل، بالعكس، يعني انا بدل ما اروح اقول للاهل ليش هيك صار انا بحكي انه ممكن بس توضحوا لي الفكره، انه انا اكون بصوره انه شو يلي صار بالمدرسه، هذا بيعطي ثقه بين المدرسه وبالبيت وبيريح الطفل الطالب، يعني الطالب وقت بحس انه اهله مو راضيين على المدرسه هو رح يروح يشاغب وما رح ينبسط. فهلا نحن قعدنا 6 شهور بالبيت حياتنا كانت خلينا نقول اكيد كان فيها فوضى، يعني الفوضى
بتعمل اسقاطات على كل شيء بالحياه، حتى الفوضى بتصير بدماغنا، يعني بصير دماغنا غير مرتب. ما ضروري أن يكون عندي مدرسة لحتى أنا نام بكير. هذا التنظيم إذا بيصير بدماغنا لحياتنا مستقبلاً أحلى. نحن ككبار يعني ما نحسس الطالب أنه المدرسة عقوبة. أنت هلأ صار عندك مدرسة بدك نام بكير، نحن ممنوع. نحن بعدين إذا بتقروا صفحات السوشيال ميديا بتشوفوا قديش الأهالي يعني رح تقتل حالة أنه أنا بلشت بدي أرجع نام بكير، بدي فيقهم بكير، وبدي أعمل وبدي يساوي. طيب هاي هذا الشعور كله عم بيصل للطالب، فصارت المدرسة عقوبة. لا، المدرسة ما أنا عقوبة، المدرسة هي أجمل مكان بيعيشه الطفل. غمضوا عيونكم وتذكروا أيام المدرسة، في أحلى رح تحسوا أنه عن جد ولا بمرحلة من مراحل العمر بتعيشي هالمشاعر اللي بتعيشيها. فنحن مشكلتنا شوي مع الأهل، دائما انا بقولكم هيك. في عتب منك على الاهل، يمكن من كثر الحالات اوقات يمكن اللي ما بتحبيها مدام رولا او هي بتكون تاثر بشكل سلبي على الطفل، وبالعكس في حالات كثير كمان ايجابيه نتيجه وعي ونظام وتنظيم من قبل الاهل. لكن دائما مدام رولا في سؤال بيخطر على بال كثير من الامهات، ايمت العمر اللازم انا بصير فيه انه انا طفلي يفوت على الروضه؟ البعض بينصح بثلاث سنين وما فوق، البعض الآخر بيقول كل ما بكرنا أكثر بدمج الطفل مع بقية الأطفال كل ما كانت النتائج إيجابية خاصة للطفل الوحيد. خلينا نعرف صحة هذا الموضوع. هلأ تربويا وعلماء النفس بيقولوا إنه لل 24 شهر الطفل بيضل مرتبط بأمه، هي العبارة كتير صرنا قايلينا. بعد ال 24 شهر هو بيحس حاله إنه محتاج إنه يبلش بقى وجوده الاجتماعي. فبعد ال 24 شهر أنا فعلا بنصح، قبل لا، إذا ما الأم موظفة ومضطرة لا، فبعدها لا، كتير ضروري. هلأ وكتير ضروري ثقتنا بالمكان اللي بدنا نحطه فيه وعلاقتنا مع المدرسة، رجعنا لنفس القصة طبعاً. بس هو كتير ضروري مبكر. قد ما لعبتي بالبيت ما رح تكوني مستنفرة ست ساعات كل نص ساعة فيها نشاط تكوني معه. وقت اللي حضرتك عم تأكلي أي شيء بالبيت وقال لك ماما بديها فورا بتعطيها، وعلى فكرة هي ما نصح أبدا، يعني هي ما نصح. لازم الطفل يعرف إنه في شيء له وفي شيء لأمه أو لأبوه. فهون بالمدرسة إذا هو رفيقه عم بيأكل شيء وإجا بده ياخده ما رح يعطيه رفيقه، فهون هي خبرة. يعني كل لحظة بيعيشها الطفل ضمن أطفال هي خبرة. وقت اللي بده يطلع عفوا على الحمام هي خبرة. وقت اللي بده يطلعوا على الأوتسايد أي شيء بيعمله بالمدرسة هي خبرة، خبرة اجتماعية وخبرة تعليمية. كتير شغلات مهمة، يعني مو بس إنه هو حفظ الألوان وحفظ الأرقام، هي ذاكرة، بس هو في شغلات كتير أهم بيتعلمها أحسن من بقائه بالبيت. نعم. كمان دكتورة رولا، كتير مشاكل ممكن بتواجهكم كتربويين مع الأطفال وبتشوفوها بشكل عام من التصرفات، أحيانا تجيكم شكاوى متكررة بيكون لها علاقة بطريقة التعامل مع الأطفال بشكل عام بين الأهل وبين المدرسة. خلينا نحكي عن أبرز هي المشاكل وأشياء اللي بتمر عليكم وبتشوفي مع اختلاف العائلات والمستويات الاجتماعية، لأنه في مشاكل بتضلها موجودة عن كل الأطفال والأهل. هلأ المشاكل يعني اللي بين المدرسة والبيت هي الثقة. يعني هلأ بغض النظر أنا بقول لهم للأهالي إنه فينا نحن نطبش بعضنا ونحن عم نتخانق، بس ما يحسوا الأولاد بشي. يعني بجوز يكون في اختلاف فكري. هلأ الأم مثلا إذا صار شيء مع رفقات ابنها، يعني بدها هي دايما ابنها يلي أخذ كتير حقوقه. بعدين خلينا نضل متذكرين إنه الطفل بيغير كتير من الحقائق، مو كل قصة بيحكيها الولد بالبيت بتكون صح. انتبهوا ابدا، يعني تتبع المشاكل من راهي القصه. صدقيني بتصير مشاكل كثير، والام كثير، لانه الطفل كثير ذكي. وقت اللي بيجي بيحكي قصه والام كثير بتتفاعل معه بيقوم هو بصير ببالغ، هو طبعا بده اهتمام زياده وبصير بيألف. هلا بالاربع سنين الولد كثير بيتخيل وكثير بيألف، وحكينا عن هالموضوع قبل مره. فلا تحققي من الموضوع بهدوء. وقت بيجي بيقول لك لا تعملي رده فعل كثير كبيره لحتى ما يرجع يعيدها. يعني الكاميرات بتكشف لنا كتير شغلات الطفل حاكيها بالعكس بالبيت، وفعلاً كتير موجودة. أكيد كل الشكر لك مدام رولا، ومتمنى دائماً يكون هاي النصائح لها صدى عند كتير من الأهالي. إن شاء الله. دائماً التعاون بين الأسرة والمدرسة هو أكيد أول طريق النجاح بالنسبة للطفل وتربيته. شكراً لك.
شكرا لك مدام رولا، بنتمنى اكيد لكل الاطفال بدايات جديده، بدايات حلوه إن شاء الله. وراحه اكيد للاهل. شكرا لك ان شاء الله.